احنا اخر تعداد يمتى صار للجهاز بال 97 97 كان النفوس العراق 13 مليون نعم اليوم احنا وصلنا لل 50 كان في العراق 800 سياره اليوم بس بغداد 5 ملايين بعد بغداد تعداد يجوز مليون هسه كذا الموظفين ايش قد صارت الثروه الحيوانيه ايش قد التجاره ايش قد هو اصلا المركز كعنوان لا يفي بالغرض المتطلبات اليوم كل دول العالم صار تحديث بهذا الموضوع نعم. اليوم عنوان الهيئة أكبر من المركز صلاحياته بالقانون أكثر المركز كان إلى مرة واحدة يسوي تعداد سكان الهيئة بإمكانها تحديث المعلومات مباشرة يعني خلينا نقول شهريا يوميا باعتبار أنه خلت إلها ممثلين في كل الدوائر حتى توصل لها البيانات إحنا اليوم في أحوج بالعراق في أحوج إلى هذه الهيئة حسب القانون اللي اليوم صوتنا عليه وانهيناه اليوم المعلومات اللي موجودة اللي مطلوبة بالعراق لغرض البيانات هو اليوم محتاجين اليوم ما يصير بالبلد بسبب عدم وجود المعلومات وتقاطع المعلومات اليوم حضرتك إذا تدري اليوم أنت في وزارة انطوا الدرجات العليا تعيين رحت تعينت ومن الناس استقالت ورحت تعينت وجوز يطلع عندك راتب رعاية شنو سببه؟ ماكو بيانات ماكو احصائيات زي اليوم تخصص 500 مليار اي 500 مليار بحكم رئيس الوزراء للمناطق الاكثر فقرا صحيح. شنو محددات الاكثر فقرا انا بالناصريه اقول لك انا بديوانيه اقول لك لا انا وبالسماوي اقول لك لا خوب انا وبالبصره اقول لك انا متضرر شلون احددها اذا ما عندي بيانات دقيقه جاوبك بس تسمح لي نقطه نظام تفضل هسه مثل ما يقولون ان السياسي يريدها صغار صغار يريدها كبار كبار إذا ما كنت تعداد سكاني صارنا 20 سنة أو أكثر من 97 25 سنة هو هل يعقل أوزع سلة غذائية وأنا ما عندي تعداد سكاني أعرف في قاعدة البيانات إيش قد هل يعقل أنا أسوي انتخابات 6-7 مرات وأنا ما عندي تعداد سكاني وما أعرف عدد نفوس العراقيين إيش قد هل يعقل أنا صار لي 20 سنة أقر موازنة وأصوت عليها وأنا ما عندي ميزان مدفوعات وقاعدة بيانات لهذا الموضوع هسه من اللي تريد تشكل هيئة راح تحسسني بأهمية التعداد السكاني ما أنت مشيت بالانتخابات ومشيت بالسلة الغذائية ومشيت بموضوع الموازن شوف شكلا الهيئة ما لعب العلاقة بهذه التناقضات احنا نأيس هيئة ذات قانون ذات عمل خاص بها بغض النظر عن ما سولفت بيه شلون ما له علاقة اسمح لي التعداد العام للسكان هذا انا اقول لك ضروره ومن اهم فعاليات هاي الهيئه واللي تبنى عليه كل الاسس وكل الموازنات وكل التقييمات وكل التقديرات بس احنا لا ننسى ترى التعداد العام هو من ايام حكومه المالك ترى من ايام حكومه المالك المفترض يقر اي بس هو ليش ما صار؟ بسبب الوضع السياسي قل لي شلون بس ما اكمل السياسي افضل خسار فتره طويله مو المشكله احنا كتب الدستور والاتفاقات اللي صارت هي اللي طلعت المهنيه والمؤسساتيه منين عاد يعذرني على المقدمه اللي قدمتها لان انا حكيت عن نظام يدير بلد صار 20 سنه اكو فرق بين انا شلون اخرجها لك وانت شلون اخرجتها احنا اخرجناها وفق ما انت ترجمت هسه انت ترجمت المقدمه اللي قلت لا شوف خليني اقول لك احنا انت تقول لي ما سوينا تعداد لان السياسيين مختلفين ما سوينا تعداد للانتخابات لان الوضع السياسي كان المفروض من حكومه المالكي انا من اجي اسال عن هيئه ممكن تخضع للمحاصصه تقول لي لا مقدمتك قاسيه لا خليني اقول لك احنا اليوم بالعراق ما حد ينكر فرض على العراق انه اقليم موجود والاقليم في زمن صدام زين بالتسعين زين وقررتها الامم المتحده وحجزتها حسب الخط مو تمام فمن شكلت هاي الحكومه اكو اقليم ماشي اسمح لي اقر الدستور ما واقفين ضد احنا ها ما واقفين ضد لا لا مو قصدي احنا اجي كان القضيه مشكله التعداد السكاني ليش تاخر بهاي الفترات لان شو وراه تطبيق ماده 140 زين شو طبق ماده 140 اذا عندك مناطق متنازع عليها اذا عندك لحد الان اقضيه ونواحي بالموصل وبدياله وبكركوك البيشمركه واقفين هنا وحكومه الاتحاد يعني هاي ما راح تفض ولا راح يصير تعداد من التعداد السكاني قال لك وقف تريد تسوي تعداد سكاني؟ ايه قل لي الحمدانيه المن؟ مو؟
زي اخو المن استاذ كاظم وهكذا. وهذا شنو الطرح عليهم جديد بالحلول؟ لا شوف انا اليوم كسياسي بتناقضات البلد احيانا اوقف شيء للمصلحه العامه لمصلحه البلد زين.